فيدري معكم نزار بروكو جيمر. في فيديو جديد اليوم عندنا انبوكسين والريفيو غنعملوها على باليت جي فورس جي تي اكس 1050 تي اي. غنشوفوا الكارت جرافيك للصالحه بالنسبه لي جو, شحال الاف بي اس تقدر تخدم, الحراره ديالها, شحال الميموار اللي كتكون ديسپونيبل, وشحال اللي تقدر تخدم بها تينا. هادشي كامل غنشوفوا في الفيديو اليوم. اوكي يلا خليكم مع الفيديو. دوك رجعنا انبوكسين ديال باليت جي فورس 1050 تي اي. دونك هاد باليت فحال فحال ام اس اي, فحال فحال اي في جي اي, فحال فحال جيجا بايت. بالنسبه للو اند ديال لي كارت جرافيك, لي كارت جرافيك يكونوا في القاع ديال كلاسمون دي بيرفورمانس, دائما كيكون شي فرق كبير بيناتهم, كيكون غير الديزاين والشركه ولي زاكسيسوار اللي كيجيو معاه. دونك غنشوفوا لي زاكسيسوار وكل شيء اللي كيجي مع هاد كارت جرافيك. اولا فتحه دائما كما العاده, خصك السلاح شوف مين تجبد. ولا بد اي انبوكسر اي جيمر عنده واحد الموس مخشي في البيت ديالو حيت كنت تحتاج دائما. كنزولوها نخليو, نحاولوا نخليو لابواط نقيه باش كتحاول اذا حاولتي ترجع تبيعها ولا شي حاجه كيبقى كلشي نقي, ولا ترجع لمولاها اذا بقى شي مشكل كيبقى كلشي نقي. اوكي ولهذا ماذا عندنا هنا؟ اسكو عندنا كارت جرافيك بيان سور, درايفرز, شو كيستعمل درايفر, درايفر دائما تيشارجي من السيت اوفيسيال اخر فيرسيون. عندنا الاكسسوار فيه كتابه بالنسبه لي برودوي اللي كاينين الباليت لي اكسسوار اخرين. و شنو باقينا؟ باقينا اونتي ستاتيك باك, هادي خاصه بالاونتي ستاتيك باش ما تتاذاش الكارت جرافيك. وعندنا باليت جي فورس جي تي اكس 1050 تي اي. دونك هادي مقارنه بلي كارت جرافيك اللي كانوا عندي شحال هادي, بحال جي تي اكس 970 كيكون طوالين حيت هادوك بيرفورمانس ديالهم زايده. الوغ هادو كيصلحو اذا بغيتي لي جو كاملين في فول اتش دي, يخدمو لك مزيانين مخيرين تقريبا بين هاي و الترا على حسب الجو, وبالاف بي اس مخير يعني فوق 30, يعني اذا عاودتي لي باغامتر خصها توصل حتى 60 كيجوي 60. دونك هادشي اللي غنشوفو حنايا بالنسبه لهاد الكارت جرافيك. غنشوفو شمن لي كارت شنو لي جو اللي نقدرو نخدمو بيهم, وشحال الاف بي اس والبيرفورمانس ديال لو جو والكارت جرافيك وكلشي على هاد الكارت جرافيك هادي. بالنسبه للتفاصيل ديالها تقدروا تبوزيو لي ماج تشوفوهم. الحراره ما كتفوتش 50 60 ماكسيموم على حسب البي سي ديالك كيف اليمونتي. وبالنسبه لليمونتاسيون ما كتحتاجش تكون اليمونتي من بواط داليمونتاسيون, فقط من كارت مير. بالنسبه للي بورت ديال كارت جرافيك هادي, هذا دي في اي اتش دي ام اي ودي و ديسبلاي بورت, لي بورت كاملين اللي تحتاجوهم بالنسبه لهاد الكارت باش تعملوا ملتي سكرين. دابا غنباسيو نشوفوا البنش ماركس و لي جو شحال كيخدمو و بشمن كاليتي كيخدمو, واش مزيانين ولا لا هاد الكارت هادي. We'll be right back.
دونك شفنا كارت جرافيك جي فور جي تي اكس 1050 تي اي، شفنا الكاليتيز ديالها، ديفوس ديالها، ريفيو ديالها 100%، شفنا الانبوكسين. المهم خليت وريتكم كل شيء عليها، حتى البنش ماركس كاملين شفتوهم. دونك هذا فهمت، وصلنا لاخر هذا الفيديو. كاينه بزاف ديال الشركات اللي كيعملوا فحال الكارت هذه، كاينه ام اس اي، كاينه اي في جي اي، مي ما كاينش شي فرق كبير. دونك اللي خديتو هذه فحال لي ريزولطا اللي غايجيكم مع 1050 تي اي ديال باليتس، هو نفس الريزولطا اللي غايجيوك مع اي كارت جرافيك اخرى، من غير هذوك اللي كيكونوا اوفر كلوكي، وهذوك قصه اخرى بوحديتهم اللي كيكونوا فول لينس يعني طوالين بزاف، هذوك قصه اخرى. دونك هذا كان فيديو على احسن كارت جرافيك تقدروا تدبروها اقل ثمن ممكن ديال 1050 تي اي الجينيراسيون الاخرى ديال انفيديا. عجبكم فيديو كتعرفوا شنو تعملوا، تلايكيو، بارطاجيو في فيس، في تويتر، في انستغرام، في ما بغيتو، رجوني الباج موروكو جيمر في فيسبوك او لا ستور موروكو جيمر ستور الا بغيتو شي جو، و اذا ما كانش عندكم فيزا بغيتو شي جو. ايوا هادشي اللي كاين، تابوناو وما تنساوش كليكو على سبسكرايب، خليكم فيزي ماشي تهلاو، بيس.